مرة أخرى التغطية مستمرة معكم على شاشة التلفزيون المصري لفعاليات كوب 27 من مدينة السلام من مدينة شرم الشيخ. على هامش مؤتمر المناخ شهد المسرح الروماني بالمنطقة الخضراء جلسة نقاشية أجرتها منصة منتدى شباب العالم حول كيفية مواجهة التغير المناخي في إفريقيا والآليات التي يمكن من خلالها إنشاء مشروعات خضراء وفرص العمل والاستثمار الذي تسعى الدول الإفريقية إلى تحقيقه من أجل تخفيف حدة التغيرات المناخية. بالنسبة للي ناقشناه في الجلسة دي اتكلمنا على التحديات اللي بتواجهها أفريقيا في مجال تغير المناخ، ولكن أوجدنا الحلول باللي تم إنجازاته في مؤتمر أطراف المناخ كوب 27 بالنسبة للتمويل، ودي من أهم الحاجات بالنسبة للتحديات لأفريقيا. مهتم جدا وشغف جدا بخصوص مشكلات المناخ، وأنا أعمل كوكيل أو عميل في هذه المهمات في أفريقيا. كان قرارنا ومهمتنا اليوم هي لوضع الضوء على المشاكل في أفريقيا وتحديدا على مشكلات الطاقة. لدينا مشروعات نعمل في أفريقيا، لأنني يوجد لدينا مشروعات في كينيا وغانا ومالي أيضا. نعم، إنها منظمة أعمل فيها وأوغندا ومالي، ونحن نطلق مبدأ جديد لمشكلة تغير المناخ، وعندما نريد رؤية منظور جديدة من مشكلة تغير المناخ وعن الحلول الأفريقية لهذه الأزمة. أعتقد أنه من المهم جدا من وجهة نظري هو التدخل المالي. أفريقيا تريد التدخل المادي والمالي والتمويل. نحن مبتهجون جدا بالنسبة للمجيء إلى هنا ولمحاولة حل مشاكل المناخ ومبادرة سوق الكربون والمبادرات الأخرى في نيروبي والكثير من المبادرات. كل هؤلاء هي أدوات لحل ولفتح المشكلة التمويل، وسنستطيع من خلالها أن يأخذون خطوة فعالة في حل مشكلة تغير المناخ. كنا بنحاول أن احنا نتكلم عن الكوب، يعني given أنه it's an African COP ودولة أفريقية مصر هي مستضيفة الكوب، فكنا بنتكلم على إيه التطورات اللي حصلت في الأسبوع اللي فات وإيه اللي هيحصل في الكام يوم اللي جايين. اتكلمنا على أن الكوب دوت المفروض الشعار بتاعه الانتقال من التعهدات إلى الimplementation أو التنفيذ. فقعدنا نتكلم شوية برضو على التشالنجز وإيه هي التحديات اللي بتواجه القارة الأفريقية in general.